اكبر بيضه في العالم بعد بيضه الديناصور. هو الديناصور بيبيض؟ هم قالوا لي بيبيض. البيضه اللي قدامك ديت بيوصل وزنها من كيلو لكيلو 800 جرام، يعني حته الكره الكفر ديت بتتقارن بطبق بيض فراخ كامل. اما بالنسبه للطعم فبيعتمد على النظام الغذائي اللي انت بتقدمه، يعني مثلا بيضه نعامه جايه من البريه بيكون طعمها احلى بمراحل من بيضه نعامه جايه من المزرعه، لان النعام في البريه بيتغذى على بذور، عشب، حشرات، فواكه، بيبقى خاربها يعني. لكن نعام المزرعه الغلبان بتاكله علف الى حد ما شبه علف الفراخ، ويوم ما تقول انا نوعت في الاكل بتشحت لهم شويه برسيم. علشان كده طعم بيضه نعامه متربيه في مزرعه بيكون قريب من طعم بيض الفراخ، ولكن اجود منه. يعني مش معنى ان احنا كنا على طبق واحد ان الرؤوس تتساوي. لو حبيت تسلق البيضه دي في يوم فنقي يوم تكونوا طبخين في لحمه، ومش عشان تاكلها معاها لا، بس علشان هي هتونس اللحمه على البوتاجاز من اول التقطيع لحد مرحله الاكل. معاك من 60 ل 90 دقيقه مده سلق بيضه النعامه، وبعد كل ده ابقى قابلني لو كلتها. هو انا ما جربتهاش ولا هجربها، بس كل اللي جربوها قالوا اللهم لا اعتراض على نعمتك، بس كان ممكن نفقشها، لان في الفقش بنعرف نضحك عليها. شويه طماطم، شويه فلفل، بهارات، وبتبقى عامله زي صينيه البطاطس كده. صينيه البطاطس كده؟ دي بطاطس؟ بقول لك صينيه بطاطس، بطاطس محاميه. لكن تسلقها اوعى، بقول لك في السلق بيبقى طعمها حاجه كده، بيبقى شكلك عامل كده وانت بتاكلها. وهنا كان لازم ندخل. طب ايه فوائدها بقى؟ مش المسلوقه، المفقوشه. غنيه بالمواد المغذيه والمفيده للجسم، غنيه بالسعرات الحراريه والدهون والبروتينات، مصدر للدهون المشبعه والكوليسترول، مصدر لاحماض اوميجا 3 دهنيه، غنيه بفيتامينات ب وخاصه ب9 وب12، يحتوي على نسبه عاليه من البروتين، ويحتوي على الاحماض الامينيه الاساسيه، يحتوي على كميات جيده من فيتامينات ا واو د، ما اعرفش ايه دول بس اكيد حاجه كويسه. غني بالمعادن الغذائيه وخاصه الفسفور والبوتاسيوم والحديد. طب نجيبها منين بقى؟ اكيد من اي مزرعه نعام، هتجيبها من مزارع الدواجن يعني. يعني ايه يا عم ماله؟ بس خلي بالك ضيف بعد كلمه اي مزرعه نعام حد يكون عنده ضمير. ده هنجيبه منين دلوقتي؟ ما اصل ممكن يدخل البيضه مكان التفريخ وبعد كده يكتشف ان مفيش فيها اخصاب فيقول لك ايه هرميها؟ لا اعرضها لي للاكل. بقى البيضه دخلت مكنه تحت حراره ورطوبه وقعدت جنب اصحابها الملوثين، وكمان عايز تاكلها لي؟ احنا بناكل الزلط اي بس ما بناكلش البيض الفاسد.